حينما قلنا الخبر يشبه توالى، هذه هي الجملة التي تقصدها. نعم. حينما أنا قلنا فيما سبق بأن كل جبهة التحرير الوطني بزخمها بمناضليها بأبنائها كلها مع رئيس الجمهورية، وما تزال في استمرارية برنامجه، ولكن الانتخابات الرئاسية تحدد بمدة زمنية. حينما يفتح باب الترشيحات ويرشح من يرشح، احنا المرشح نتاعنا راكم تعرفوه.